السلام عليكم طلاب الأعزاء في الصف الثامن أساسي. درسنا اليوم هو في مادة الجغرافيا وهو بعنوان الموارد المائية، الصفحة 40. سوف نبدأ بالموارد المائية في لبنان. ما هي هذه الموارد المتواجدة في لبنان وما مصادرها وكيف يتميز لبنان بغناه بالمياه؟ يعتبر لبنان بلدا غنيا بالمياه مقارنة بمساحته وبالدول المجاورة له. بالنسبة لمساحة لبنان الصغيرة، إنما هو يتميز بتواجد كمية كبيرة من المياه بالنسبة للدول المجاورة له. ومن مظاهر هذا الغنى، هناك أسباب لتميز لبنان بغناه بالمياه. أولا، وجود حوالي 15 نهرا فيه، أهمها نهر الليطاني والعاصي. ثانيا، وجود العديد من الينابيع في سفوح جباله. هناك العديد من الينابيع تنتشر على سفوح جبال لبنان الشرقية والغربية، ووجود العديد من الخزانات الجوفية التي لا تسمح بتسرب المياه وهدرها. ننظر إلى الخريطة التالية التي تبين لنا هنا في مفتاحها. هذه النقطة تشير إلى نبع دائم، والخط الأزرق هذا نهر دائم. ننظر إلى الخريطة كما ذكرنا بأن النبع الذي وجود العديد من الينابيع على سفوح جباله هنا في هذا الشكل تنتشر بكثافة من الجهة الغربية، وأيضا هناك عدد منها من الجهة الشرقية لسفوح الجبال. وأيضا هناك النهر، الوجود حوالي 15 نهرا. ننظر إلى هنا بهذا الخط، هذه الأنهر التي تبين لنا لدينا نهر الليطاني ونهر الليطاني والعاصي ونهر البارد وغيره من الأنهر الأخرى. الآن سوف ننتقل إلى أسباب غنى لبنان بالمياه. ما هي هذه الأسباب التي تبرز لنا غنى لبنان بالمياه؟ موقع لبنان على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط بمواجهة الرياح الغربية والجنوبية الغربية الرطبة والممطرة شتاء. هنا لدينا خريطة لبنان التي تبرز لنا، وهنا من البحر الأبيض المتوسط موقع لبنان على الشاطئ الشرقي، هنا الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمواجهة الرياح الغربية الجنوبية والغربية الرطبة الممطرة. عندما تأتي من فوق البحر من هنا، هذه الرياح محملة بالأمطار الممطرة شتاء، محملة بالرطوبة والأمطار الممطرة في فصل الشتاء. ارتفاع جبال لبنان وامتدادها بمواجهة الرياح الغربية الرطبة. ارتفاع جبال لبنان، هنا ارتفاع سلسلة جبال لبنان الغربية والتي تمتد بمواجهة الرياح الغربية الرطبة الآتية من هذا الاتجاه، من ان كان من جهة الغرب الجنوب او من جهة الشمال. هذه الرياح المحملة بالرطوبة هي ممطرة شتاء، مما يسمح بتكون هذه العديد من الينابيع والأنهار. والأخيرا، لدينا صخور لبنان الكلسية التي تسمح للمياه بالتسرب فيها وتشكل المياه الجوفية. الصخور الكلسية تسمح للمياه بالتسرب من خلالها وتشكل المياه الجوفية. عندما تصل إلى نقطة معينة لم يعد يسمح لها بالتسرب، أي هناك الصخور غير الصخور الكلسية التي تخزن هذه المياه وتسمى بالمياه الجوفية. والآن سوف ننتقل إلى واقع الموارد المائية في لبنان. ما هو واقع الموارد المائية في لبنان؟ الموارد المائية المتاحة. ما المقصود بالموارد المائية المتاحة؟ إن نسبة الموارد المائية المتاحة لا يتجاوز 30% منها المتاح، يعني يمكن استخدامها، وقد تصل حوالي 20% في فترة الجفاف. إن في فترة الجفاف تنخفض كمية المياه المتاحة المتواجدة لاستخدامها بنسبة لعدم تساقط الأمطار في فصل الصيف، في فصل الجفاف، وأما 30% منها في فصل الشتاء. والآن سوف ننتقل إلى حاجات لبنان المائية. ما هي حاجات لبنان المائية؟ استخدامات لبنان: تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي. كما نعلم بأن المياه لا يمكن للإنسان العيش من دون المياه،
فهي لاستخدام الشرب والاستخدام المنزلي، تشكل أساسا لجميع القطاعات الاقتصادية، لأن المياه تستخدم في جميع القطاعات من زراعة وصناعة وسياحة، زراعة لري المزروعات، صناعة لإنتاج المنتجات وغيرها، السياحة من أجل الفنادق والتنزه والتزلج وإلى السباحة وغيرها. وهناك تزايد عدد السكان وارتفاع مستوى معيشتهم، عندما يتزايد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة يتطلب حاجات مائية أكثر. تطور القطاعات الاقتصادية التي تستلزم المزيد من المياه، عندما ندخل في قطاع السياحة في المسابح يضم استبدال المياه من أجل النظافة وغيرها والترغيب، ومن أجل الصناعة تدخل في مجالات الصناعة العديدة. وهناك تزايد حدة الجفاف في مع التبدلات المناخية الحاصلة في العالم، كما نشهد نحن حاليا الآن التبدلات المناخية الحاصلة في العالم، إما من تأخر تساقط للأمطار والذي نشهده الآن حاليا في بلادنا. هذه هي حاجات لبنان المائية، تترسم بمياه الشرب والاستخدام المنزلي، بتزايد عدد السكان وارتفاع مستوى معيشتهم، وتطور القطاعات الاقتصادية، وأيضا تزايد حدة الجفاف. هذه الصورة تبين لنا حاجات لبنان، فهو يستخدم لغسل والتنظيف، البشر تحتاج إلى الماء لطهي الطعام، هذا الاستخدام المنزلي، وأيضا هي موطن للحيوانات والنباتات المائية، للأسماك والنباتات البحرية، فهو يستخدم للنقل للتجارة عبر المرافق، هون تدخل في مجال الصناعة والزراعة، التجارة والتصدير خلال التنقل. النباتات تحتاج إلى أعداد في وجود أشعة الشمس، يعني بمعنى هنا عندما الزراعة يمكن ريها بالمياه من أجل بأن تنمو بشكل كبير، وبأن وجود أشعة الشمس هي التي تتطلب وجود ري المزروعات من خلال ارتفاع الحرارة من أشعة الشمس. تكلمنا هنا عن واقع الموارد المائية وحاجات لبنان المائية، والآن سوف نبين ميزان الموارد المائية في لبنان. ما المقصود بميزان الموارد المائية في لبنان؟ ما تزال كمية المياه المطلوبة لسد الحاجات في لبنان أقل من كمية المياه المتاحة؟ بمعنى كلما كانت المياه المطلوبة لنا من حاجتنا هي أقل من كمية المياه المتوفرة في لبنان، ما يجعل الميزان المائي فيه رابحا، يعني بمعنى أن كلما كانت المياه المطلوبة أقل من المياه المتاحة، الميزان المائي هو رابح، بمعنى ليس خاسر. وإنما عندما تكون المياه المتاحة أقل من المياه المطلوبة، يكون هنا لدينا عجز في الميزان المائي. بعدما تكلمنا عن ميزان الموارد المائية في لبنان، ما هي أسباب تلوث المياه في لبنان؟ هناك عدد كبير من الأسباب لتلوث المياه في لبنان، سوف نذكر التالي: تحويل المياه المستعملة ومنها الصرف الصحي إلى مجاري الأنهار والأودية. كثيرا منا ما يحول المياه المستعملة ومنها الصرف الصحي إلى مجاري الأنهار والأودية، يتم تصريف مياه الصرف الصحي عبر المجاري والأنهار والأودية، أو رمي المياه المستعملة إن كانت في المنزل أو في الصناعة في الصناعة والسياحة في الأنهار والأودية، ما يؤدي إلى تلوث هذه المياه. السبب الثاني وهو إلقاء النفايات المنزلية في أحواض الأنهار وأيضا النفايات السامة. المقصود رمي النفايات المنزلية على مجاري الأنهار إن كان في المياه تذهب مما يلوثها، أو على أحواضها على الطرف النهري، ما يؤدي إلى تلوث المياه. وأيضا النفايات السامة التي تؤدي بوجود مواد مضرة في المياه تؤدي إلى التسمم، ما يؤدي إلى تلوث المياه. أخيرا لدينا استخدام الأسمدة والمبيدات في الأراضي الزراعية. عندما يستخدم المزارع الأسمدة والمبيدات من أجل المزروعات، ما يؤدي إلى ترسب التربة، تمتص هذه الأسمدة، وعندما يكون تخزين المياه الجوفية يحمل هذه الأسمدة والمبيدات
ويحمل هذه الأسمدة والمبيدات التي تؤدي إلى تلوث المياه. وهناك تلوث الآبار والمياه الجوفية من خلال التصريف الصحي الكثير من المياه المبتذلة في الحفر. والمقصود أيضا هنا تلوث الآبار من خلال المياه الجوفية من خلال تصريف الكثير من المياه المبتذلة، مياه الصرف الصحي في الحفر إن كانت، أو من خلال الأسمدة التي تترسبها التربة وتمتصها المياه عندما يكون ري المزروعات أو بتخزينها بالمياه الجوفية. بعدما تكلمنا عن أسباب تلوث المياه، الآن سوف نبين الحلول لمشاكل المياه. ما هي الحلول المقترحة لتخفيف مشاكل المياه؟ أولا، اعتماد وسائل ري حديثة في الزراعة كالرش والتنقيط. الاستغناء عن الري بالجري الذي يهدر كمية كبيرة من المياه، والتعويض عنه بالرش والتنقيط الذي يقلل ويحد من كمية هدر المياه. والحل الثاني هو ترشيد استخدام المياه. المقصود بترشيد استخدام المياه أي إقامة التوعية من أجل الحد من الهدر من المياه وكيفية استخدامها إن كانت في القطاعات الاقتصادية والاستخدامات المنزلية، الاستعمال بكميات محدودة التي تؤدي إلى المحافظة على كمية المياه المتاحة. ولدينا أيضا بناء السدود على الأنهار. الغاية من بناء السدود على الأنهار هي المحافظة على المياه والحد من الهدر منها. وبناء البرك الاصطناعية. برك اصطناعية هي يقوم بها الإنسان يصنعها من أجل المحافظة على المياه التي تأتي من جراء تبدلات مناخية، وكي يستفيد منها في وقت لاحق إما في الإنتاجات الزراعية، القطاع الاقتصادي، الصناعي والسياحة. هنا تكلمنا عن الحلول لمشاكل المياه. سوف نبين الصور التالية. هنا بناء السدود على الأنهار من أجل المحافظة على المياه. وفي الصورة التالية هنا هذه هي البرك الاصطناعية التي ينشئها الإنسان من أجل المحافظة على المياه واستخدامها في وقت لاحق. وأخيرا لدينا صورة اعتماد الري كالرش هنا والتنقيط. هذه الصورة تبين لنا اعتماد الري بالرش وليس بالجري. هذه طريقة تؤدي إلى المحافظة على المياه والحد من هدر هذه المياه. تكلمنا في درسنا اليوم عن مصادر المياه، أسباب غنى لبنان بالمياه، أوقع الميزان المائي، حاجات المياه، الاستخدامات المنزلية وغيرها، وأسباب التلوث وحلول لمشاكل المياه. هذا هو كان درسنا اليوم، والآن إلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله.